مشاهدين صباح الخير يا مصر، اهلا بحضراتكم مره تانية. النهارده حلقه خاصه جدا، حلقه بنحتفي بالمراه المصريه والام المصريه. خلينا نروح دلوقتي نتعرف على رانيا الممرضه الانسانه ملاك الرحمه زي ما بيقولوا عليها. تعالوا نروح نشوف عملت ايه رانيا في مدينه بلطيم ونرجع لحضراتكم على طول. الناس هنا في البلد سموني ملاك الرحمه. أنا اسمي رانيا كمال رضوان من محافظة كفر الشيخ مدينة بلطيم، عندي 25 سنة. أنا بدأت أمرض الناس في البيت من 2013 لحد وقتنا هذا وإن شاء الله مكملة. يعني الناس بتتواصل معايا حتى بعد ما يبقوا كويسين، حبهم في رانيا إن رانيا بتعمل حاجة كويسة. والدي ووالدتي أكتر ناس شجعوني، يعني شجعوني إن أنا لازم معايا حاجة لازم أوصلها للناس زي رسالة بالظبط، لازم اوصل الرساله دي للناس، لازم القادرين والغير قادرين، لازم كل حد محتاجني اروح له، لازم ما اتاخرش عن حد. مامتي بقى جابت لي كل الاسعافات الاوليه، كل حاجه تخص الغيارات عامه، تخص الحاجه اللي انا ممكن اقدر اعملها، اي حاجه رانيا تقدر تعملها معايا في شنطتي. والله بكون مبسوطه لما حد بيتصل عليا ويكلمني ويبقى محتاج يعني مساعده مني وانا اقدر اعمل له ده. اول ما ابتديت كنت بعالج 3 حالات في اليوم، لحد دلوقتي وقتنا هذا يعني وصلت ل 14 حاله 13 حاله، ده يعني حد اقصى في اليوم. انا بتعامل مع القدم السكري، بتعامل مع البتر، وبتعامل مع غيار العمليات، بتعامل مع المحاليل والحقن وكل ده، بس اصعب حاجه كانت حاله البتر. في حاله عامله بتر لثلاث صوابع، ده كان بالنسبه لي وقتها كان في رهبه، مع اني لما رحت الحمد لله ربنا وفقني. اي حد يقدر يعمل اي حاجه يا ريت يقدر يساعد الناس، لان الناس بجد محتاجانا كلنا نساعد بعض، محتاجين نكمل بعض. زي ما تابعنا مع حضراتكم رانيا، رئيس الاسبق للولايات المتحده الامريكيه باراك اوباما كان قال انه يجب ان نربي ابنائنا كي يكونوا ممرضين. التمريض واحده او واحد من أسمى وأنبل المهن اللي موجودة على وجه الأرض. وإحنا بنتكلم عن أمهات مصر أكيد لازم نتكلم على الأمهات اللي على خط المواجهة، الأمهات اللي على خط الجبهة دلوقتي. أمهات مصر في الفترة دي واقفين بكل قوة وبكل إصرار لمواجهة الأزمة اللي بيعاني منها العالم كله، وفي شرايح معينة من الأمهات في المنظومة الصحية بالفعل بيقدموا تضحيات كبيرة جدا لحماية ولادهم وحماية المصريين وحماية معظم الشعب المصري طبعا من خطر الكورونا. لما قرار رئيس الوزراء بأن السيدات اللي عندها أطفال أو الحوامل ياخدوا أجازة خلال الأسبوعين اللي حددهم القرار، كان ملائكة الرحمة من الناس اللي بتنزل وبتشتغل كل يوم وبتقوم بدورها الحيوي في الظروف اللي بتواجهها مصر. عشان كده معانا في الاستوديو النهاردة الدكتورة كوثر نقيب التمريض في مصر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك. دكتور كوثر، قبل اي حاجه لازم احيي حضرتك واحيي كل الممرضين والممرضات خصوصا في الوقت الدقيق اللي احنا فيه ده، كل التحيه وكل التقدير لحضراتكم على كل المجهودات اللي بتقوموا بيها. شكرا. دكتور كوثر، يمكن كل الناس دلوقتي عايزه تعرف التجهيزات اللي موجوده في المستشفيات وازاي تم تدريب وتجهيز فريق التمريض لمواجهه الازمه اللي احنا فيها دلوقتي. أولا أنا بشكر حضرتك وبقول لكل تمريض مصر الأمهات النهاردة كل سنة هم طيبين بمناسبة عيد الأم، وفعلا هم الجيش الأبيض اللي موجودين خط الدفاع الأول لصحة المواطن المصري. دايما أقول اللي احنا فعلا يعني قد المسؤولية. احنا في الحقيقة لنا تجارب كثيرة في الأزمات، بداية من الثورة، والتمريض المصري أثبت وجوده أثناء الثورة الحمد لله. يعني كنت قلقانة جدا في بداية الثورة إن هم في انفلات أمني زيهم زي أي مواطن، ممكن يخافوا وما يخرجوش من بيتهم، لكن دول ما كانوش بيخرجوا من المستشفيات في الحقيقة، وكانوا بيأدوا دورهم على أكمل وجه وعدت الحمد لله. ما ننساش دورهم أبدا في المبادرات الرئاسية، يعني برضو في أكتر من مبادرة كان التمريض هو خط الدفاع الأول. ما ننساش دورهم برضو في محاربة جائحة الإنفلونزا الطيور والخنازير، اللي يعني احنا عندنا تجارب كثيرة في مصر، وإن شاء الله برضو اللي يعني الفترة اللي احنا فيها دي تعدي على خير بفضل كل العاملين بالمنظومة الصحية وعلى رأسهم أفراد هيئة التمريض.
احنا في الحقيقة عملنا كذا حاجة لتوعية التمريض عشان يوعي الشعب المصري ان احنا نقدر نسيطر على الوضع الحالي، وبالفعل دربنا يمكن 90% من التمريض عن كيفية مواجهة فيروس كورونا، واوريدي التمريض في مصر والفريق الصحي مدرب على كيفية مكافحة العدوى، لان فيروس كورونا ده فيروس من الحاجات اللي ممكن زي فيروس الهيباتيتس، زي بس طبعا هو فيروس بينتقل عن طريق الجهاز التنفسي والرذاذ، احنا عارفين طبعا انه يعني بيتفق ان هم معديين معديين، لكن احنا عندنا قاعده ثابته في شغلنا كتمريض وكفريق صحي، بنتعامل مع اي مريض على انه معدي من قبل ما يظهر، فاحنا اوريدي عندنا المعلومه، عملنا ريفريشمنت عن طبعا كل الدنيا بتتكلم على فيروس كورونا، صحيح، على طرق نقله، على الاعراض والعلامات، على الفئه الاكثر عرضه ليه، على ازاي نقدر ندي الوقايه منه وعلاجه، وندي نصايح طبعا للمجتمع المصري. التمريض الحمد لله عنده وعي كامل واتدرب على هذه الرسائل اكثر من مره، مش بس التمريض، النقابة كمان عملت بوستر، عملت زي منشورات ملصقات ومطويات للمجتمع المصري نفسه، وكنا بدأنا نحطها في الأماكن العامة، المترو، السوبر ماركت، يعني بجانب الدور الطبي كمان في دور توعوي. أكيد أكيد، يعني المجتمع ليه حق علينا وإحنا لازم نساعد، لأنها مشكلة عالمية وليس قومية. صحيح في الحقيقة، فإحنا يعني التمريض الحمد لله هو يمكن أكتر حد متواجد وبيواجه، وفعلا زي ما إحنا بنقول إن الجيش والشرطة واقفين في الميدان بيحاربوا، التمريض واقف في المستشفيات بيحارب، وإحنا في مستشفيات محدداها وزارة الصحة اسمها مستشفيات الإحالة ومستشفيات الحجر الصحي، وهم متواجدين. وعايزة أقول لحضرتك إن أنا عندي كمان ويتنج ليست، قائمة انتظار للتمريض عايزين يشاركوا ويساهموا في يعني ان شاء الله يا رب باذن الله نقدر نسيطر والاسبوع يعدي على خير. كدور تطوعي دكتور؟ دور تطوعي، مش عايزه اقول لك ان احنا كنا يعني مع مجلس النقابه قالوا احنا كمان عايزين نبقى فريق طائر ونروح في اي حته وفي اي مكان ونبقى مع زمايلنا نساعدهم ومع اهالينا ان شاء الله لغايه ما تعدي على خير. دكتور كوثر، من امتى تحديدا تم الاستعداد لحاله الطوارئ، طبعا الاستعداد لفيروس كورونا؟ عايزه اقول لحضرتك ان هو قبل ما يدخل مصر، من بدا ما حصل قلق في من اول الصين ما سمعنا بالظبط كده في البدايه. ففي الحقيقه وزاره الصحه عملت الخطه بتاعتها، والنقابه طبعا يعني جزء ما يتجزأش من الفريق الصحي ومن الجزء الخاص بالتمريض، عملنا فريق طائر بكل محافظه، عملنا الدورات التدريبيه، عملنا البوستر، عملنا البروشور، قعدت مع كل قيادات التمريض سواء في النقابة أو على مستوى الجمهورية للدعم النفسي لأفراد هيئة التمريض اللي موجودين في كل مكان. دكتور كوثر، يمكن كمان محتاجين الناس، يعني في لغط وإشاعات كتير جدا عن إزاي لو حد حس بأنه اعراض ايا كان هتبقى انفلونزا او كورونا لغايه ما نكتشفها هتبقى بالزبط. اعراض ايه بالظبط؟ الناس بتبقى مش عارفه اتصرف ازاي، كتير مننا بينزل يجري على المستشفى، وكتير لا بنتكلم ما حدش بيرد علينا فانا هنزل اروح على المستشفى، وبنسمع كلام كتير جدا واشاعات كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. انا عايزه اعرف من حضرتك ايه التصرف المثالي اول لو حد حتى شك في اعراض عنده. احنا عايزين بس نهدى من الفوبيا اللي احنا فيها، لان الفوبيا او الرعب، حاله الرعب والقلق اللي احنا فيه حتى مخليه، مش عايزه اقول لحضرتك مفيش ماسكات في الصيدليات الخاصه اللي بره، مفيش الجل الكحول جل اللي احنا بنستخدمه، مفيش جوانتيات، كله واخد الحاجه. لا، احنا اولا فعلا زي ما حضرتك بتقولي كده، اول ما نحس باي عرض حتى لو انفلونزا عاديه لاقرب طبيب او اقرب مستشفى ليا، هنطمن في تحليل بيتعمل، ودي مش يعني اللي انا عايزه اقوله في الحقيقه وبلوم عليه كتير من الناس، حتى لو لا قدر الله جالنا كورونا، ما هو اهالينا احنا ليه نجري منهم وليه لا، احنا نتبع الاجراءات الاحتياطيه فعلا. بدات عايز اسال حضرتك سؤال، هل التصرف الامثل ان انا لو شكيت في الاعراض هل انزل اروح للمستشفى على طول؟ بصي حضرتك، انا اولا رقم الطوارئ اللي الوزاره محدداه لازم نتصل بيهم، لازم نتصل بيهم، لان انا برضو مش عايزه امشي كتير، احتك كتير، انشر صحيح كتير. مجرد بأكد مجرد ما احس، مجرد ما احس، يا ريت ان احنا نلبس ماسك، ما عنديش ماسك، بنحط اي حاجه نظيفه من عندنا من البيت لغايه ما نشوف، نتصل بالرقم ويبعتوا لي عربيه اسعاف ونقدر يبقى حاجه محكمه اتنقل فيها.
ولا الرقم زي ما حضرتك بتقولي وارد ان هو ما يردش نتيجة انشغاله بحالات تانية، فبرضه هناخد احتياطاتنا وفي اضيق الحدود احاول اتنقل في وسيلة يعني مواصلات مثلا عربية او تاكسي وما يبقاش معايا مخالطين كتير واقدر اروح اقرب مستشفى. فالفيصل المستشفى والتحليل اللي انا هعمله او المسحة اللي انا هعملها اللي هتخليني اعرف ده ايجابي ولا سلبي. احنا مش عايزين ننفر من بعض، مش عايزين يبقى القلق زائد، ناخد احتياطاتنا ونلتزم بتعليمات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والوزراء المعنيين. صحيح. والله لو احنا عملنا كده هنسيطر ان شاء الله وهنبقى يعني الوضع هيبقى افضل بكتير ان شاء زي الله. زي ما كنا بنتكلم انا وحضرتك قبل الفقرة انه الاسبوع اللي جاي الاسبوع اللي هيبتدي حاسم. من النهارده هو الحاسم، هو إن شاء الله. الاسبوع الحاسم. دكتور لو ممكن يعني تحكي لنا كده المريض لو لا قدر الله شخص على انه عنده كورونا، ازاي بيبتدي من اول ما التشخيص بيطلع بانه ايجابي لغايه ما بيوصل لمستشفى العزل، ايه اللي بيحصل؟ لا ما هو التشخيص هيبقى ايجابي هو في المستشفى. يعني التشخيص لو اتشك في مريض ان هو عنده كورونا بيحول وبعدين بيطلع ايجابي بيروح مستشفى العزل، واحنا عندنا في الحقيقه متوفر في كل مكان مستشفى. احنا عندنا اجراءات للعزل، غرفه العزل بتبقى مواصفات معينه، يعني التهويه بتاعتها بتبقى بشكل معين، الفحوض بتاعها بيبقى شكل معين، في كل الانفراستراكشر حتى الحيطان والكلام ده كله. طبعا ما فيش زياره، الممرضة اللي موجودة بتتبع إجراءات مكافحة العدوى وبترتدي الواقيات الشخصية ال 24 ساعة الكاملة، اللي هي بتبدأ بالأوفر هيد والآي جوجل اللي هي النظارة العين والماسك طبعا بيغطي الأنف والفم، هم عارفين الكلام ده، والجاون والجوانتي وغسيل الإيد، هم في الحقيقة مدربين ويعني هايلين في الموضوع ده. مريض العزل محتاج إن احنا نتعامل معه جسمانيا ونفسيا. صحيح. يعني كمان الممرضة بيبقى أو الممرض ليها دور في توعية المريض ومساندته ودعمه النفسي. صحيح. دكتور كوثر احنا اتكلمنا عن المريض لكن مش عايزين ننسى دور بقى الممرضات والممرضين. حضرتك طبعا وكثير من الممرضات طبعا أمهات، بعد ما بيخلصوا شغلهم واحتكاكهم مع ناس كتير جدا في احتمالية بعضهم انه يكون مريض واحتمالية انه يكون سليم، ايه الإجراءات اللي بتتم عشان الممرضة ترجع سليمة، تبقى ضامنة ان هي راجعة سليمة لبيتها ولأولادها؟ أول حاجة عايزة أقول لها إن كل ملابسك اليونيفورم بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه بنسيبه في مكان شغلنا وبيتغسل في المغسلة بتاعة المستشفى طبعا بطريقة معينة طبقا لقواعد انفكشن كنترول والكلام. يعني من فضلكم ما تاخدوش أي حاجة من الحاجات اللي بنستخدمها في المستشفى، خصوصا اليونيفورم بتاعنا، ما اقولش اغسله ببيتي، ما انا اغسله بالماء والكلور، لا انا بنقل. ده رقم واحد. رقم اتنين، عايزين بعد ما بنخلص شغلنا قبل ما يعني بعد ما بنخلص شغلنا وقبل ما اليونيفورم بتاعي كل الواقيات الشخصيه نقلعها، غسيل الايد ده مهم جدا جدا جدا. برضو ما فيش مانع ان احنا لو لبسنا جوانتي او في ايدينا الكلينكس 24 ساعه اي حاجه احتك بيها، الاسانسير، اكره الباب، طبعا السلام، احنا اتفقنا احنا الشعب المصري بيبقى في حته الود شويه والسلام والبوس والحاجات دي كلها، احنا عايزين يعني نمنعها، نوقفها، خلينا ما نجملش في الكلام، يبقى في مسافات بينا. نروح بيتنا، انتوا طبعا عارفين كويس جدا، وعندنا انا عايزه اقول لحضرتك الفئه التمريض بقى عندها حته زايده في النظافه في الحياه الشخصيه ونظافه بيوتهم والكلام ده كله، هنستخدم اكتر شويه، هنكتر الكلور في التنظيف والتعامل. طبعا احنا عندنا اولادنا الصغيرين وعندنا اهالينا، برضو هناكد تاني الكلام اللي انتوا بتقولوه للمواطنين انا هقوله لكم، ان احنا نحاول نعلي المناعه، ان احنا نحاول نزود من الفيتامينات من صحيح. الخضروات وتنظيفها والحاجات اللي احنا كلنا. دكتور كوثر عارفين. مصطفى للاسف وقتنا خلص وانا مضطر اطلع هنا عشان عندنا موجز التساع. انا بس ممكن اقول مسج كده سريعه، عايزه سريعا جدا عايزه اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، عايزه اقول لهم ان احنا معاكم، وعايزه اقول لهم ان احنا النقابه العامه في ظهركم، ويمكن طلبنا بعض الحاجات البسيطه من فخامه رئيس الجمهوريه.
طلبنا منه ان احنا لا قدر الله يا رب ما يحصلش لو استشهد اي فرد من التمريض اثناء تاديه عمله مع الكورونا، ان هو يعامل معامله الشهيد. دكتور انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. اخر حاجه بس رئيس الوزراء، يا ريت احنا عندنا تمريض زي ما احنا حضرتك قلتي في البدايه، عندهم امراض مزمنه وعندهم اطفال وحوامل، ان امكن بما لا يضر مع خدمه احنا نستثنى هذه الحالات من افراد هيئه التمريض. وفي حاجات اخرى احنا بعتناها، لكن ان شاء الله لو في فرصه تاني نقدر نعرضها، لان وقت البرنامج بضم صوتي لصوت حضرتك يا دكتور. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وما ننساش النيرسنج ناو التمريض الان، زي ما حضرتك زي ما احنا شايفين طبعا التيشيرت بتاع حضرتك نيرسنج 2020 او التمريض 2020. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معانا، نقيب التمريض في مصر. شكرا جزيلا لحضرتك، صباح الخير عليكي.